فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، صلى العشاء ولم يذكر ماذا بعد ذلك، لأن ثم تدل على العطف بانفصال. فجاء ثم جاء إلى بيته، إلى منزله أي بيت ميمونة، فصلى 4 ركعات، صلى في أول الليل 4 ركعات. وقد اختلف هل العشاء راتبة، فالاتفاق حاصل على أن العشاء ليس لها راتبة قبلية، مع أن الوقت الذي قبلها وقت إباحة، فالمغرب ليس لها راتبة قبلية لأن الوقت الذي قبلها وقت نهي في أصله، والوقت القصير ما بين الأذان وصلاة المغرب ليس فيه راتبة، وإن كان ورد فيه الحديث الذي سيأتينا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقد رأى المالكية أن الحديث فيه أمر نسخ، لأن قوله صلوا قبل المغرب ركعتين كهذا الأمر كان للندب ولم يكن للوجوب، فلا يجب من الصلاة إلا الخمس المكتوبات اللواتي فرضهن الله على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وقال له: هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فأصبح هذا مفسرا، والمفسر هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مدلول الكلام، ولا يقبل التخصيص ولا النسخ، فهو مستمر لا يقبل التخصيص ولا النسخ. ثم بعد ذلك قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، فكان تأكيدا للماضية. وفي الثالثة قال: لمن شاء، ولمن شاء تخيير، والتخيير منافي للأمر، فالأمر في الأصل كان للندب، فلما قال لمن شاء نزل عن مرتبة الندب. إلى أين ينزل؟ عند المالكية أقسام الخطاب التكليفي 5 فقط، وهذا أيضا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن بعض الأقسام يدخل في بعض. هذه الأقسام 5 فقط هي: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والمأمور به إذا كان في الأصل غير واجب يكون مندوبا، فإذا نزل عن الندب لا يصل إلى الإباحة، لأن الإباحة المستوية الطرفين ممنوعة في العبادات، العبادة لا تكون مباحة، إما أن تكون مأمورا بها وإما أن تكون منهيا عنها. فلذلك قالوا: لا يصل إلى الندب، وإنما ينزل تحت الندب فيصل إلى الكراهة، وتكره الركعتان عند المالكية بسبب قوله لمن شاء، هو نسخ للأمر السابق. والآخرون يرون أنها نزلت على أعلى درجات الندب، ولكنها لم تصل إلى درجة الكراهة، لأن الندب عندهم درجات، فعند الشافعية يدخل فيه السنة، وهي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وأظهره في ملأ، ودل الدليل على عدم وجوبه، ودون ذلك الندب، ودون ذلك ويدخل بذلك التطوع والمستحب والرغيبة إلى آخره. وقد قال السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا أي بعض الشافعية قد نوعوا، والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى. وعند الحنفية الأقسام أيضا فيها الفرض وحده وهو ما وجب بدليل قطعي، والواجب وهو ما وجب بدليل ظني، وبعد ذلك السنة ويدخل فيها الندب، وبعد ذلك المحرم حرام تحريما، والمكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه، فكل هذه أقسام عند الحنفية. المالكية والحنابلة يرون أن أقسام خطاب التكليف في هذه 5 في الأصل، لكن لا شك أن المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أنه درجات متفاوتة، فالنوافل متفاوتة في الفضل، و سواء منها في الصلوات أو في غيرها، والأذكار متفاوتة في الفضل، فدل ذلك على أن المأمور بها أمر غير جازم درجات متفاوتة. ولهذا قال الجمهور: الركعتان قبل المغرب لمن شاء أن يصليهما ليستا في أولويات المندوبات، ولكن مع ذلك تبقى يعني في حيز المندوب عموما، ولهذا حافظ عليهما بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم،
كانوا يستبقون إلى السواري إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب. أما العشاء فلا، ليس قبلها وقت نهي، ولكن مع ذلك ليس لها راتبة قبلية اتفاقا، لكن هل لها راتبة بعدية؟ محل خلاف. أهل المدينة لم يعرفوا راتبة بعدية للعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعدها شيئا في المسجد، وإنما كان ينفتل إلى بيته. ولا يقال العلة ذلك، لأنه أيضا كان يصلي راتبتي المغرب في المسجد، وكان يصلي ركعتي الفجر، أقصد في البيت، وكان يصلي ركعتي الفجر في البيت، وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كل ذلك ثبت عنه. فكونها في البيت لا يمنع أن تكون راتبة للعشاء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للعشاء راتبة بعدية، وجعلوها مطلوبة حتى لو كان الإنسان سيبقى في المسجد كمن سيصلي التراويح مثلا، فإنه إذا صلى العشاء يصلي الراتبة قبل التراويح ويجعلها منفصلة عنها. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا صلى 4 ركعات، فإذا كانت للعشاء راتبة بعدية فالركعتان الأوليان راتبة العشاء، أما اللتان بعدهما فقد جاء في حديث فيه ضعف أن من صلى بعد العشاء 4 كتبن له كأنما صلاهن من ليلة القدر. والحديث فيه ضعف، وقد اختلف فيه الناس في تصحيحه وتضعيفه، لكن الذي يبدو أنه لا يصلح للاحتجاج. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في وقت لزم الصلاة فيه، لأن عمله ديمة لم يكن يقطع عملا صالحا عمله، ولذلك كان يصلي بعد العصر 2 ركعات، مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. وقد سألته أم المؤمنين عن ذلك فأخبرها أنهما 2 ركعات شغل عنهما بوفد عبد القيس، فكان يصليهما بعد العصر. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فعل عبادة في وقت لا يتركها فيه دائما، ومن ذلك هذه 2 ركعات.